الباليستيات تشعل سماء المنطقة. طهران والكيان مواجهة جديدة، هو موضوع حلقتنا هذا اليوم، لكن دعونا نشاهد ما عده لنا الزملاء. انتهت حالة ضبط النفس لصانع السجادة الإيراني بعد فترة انتظار وترقب طويلة. كان الكل يسأل وين طهران وليش ما ترد، وقبل صواريخ فرس صوتية انطلقت من إيران ووصلت تل أبيب بدقائق. وبغض النظر عن الروايات المتعددة لنتائج الهجوم بين التقليل من قيمة الضربات وبين الحديث عن إصابة الأهداف بدقة، طهران خرجت من صمتها الطويل منذ طوفان الأقصى وكتبت فصل جديد من فصول المواجهة بالمنطقة. نعم الضربات الإيرانية ما غيرت بمخططات التصعيد الإسرائيلي بغزة وجنوب لبنان، ولحد الآن الضربات الجوية متواصلة على المدنيين العزل، ومخاطر التوغل البري بجنوب لبنان مستمرة، لكنها حافظت على ثقل إيران كطرف من أطراف المواجهة، وأيضا التهدئة في حال تم الركون لهذا الخيار. وهذا الشيء مهم جدا لطهران الحالمة بالنووي والطامحة بإنهاء العقوبات الدولية عليها. لكن مع وقوع الرد الإيراني، هل مؤشرات التصعيد في تزايد؟ لو من الممكن نشوف تهدئة وقف فوري لإطلاق النار في غزة وجنوب لبنان. يمكن أكثر المتفائلين بالتهدئة يستبعدون الوقف الفوري، لكن جهود التهدئة يجب أن تستمر. زين شلون تستمر؟ واليوم مثلا تل أبيب رفضت استقبال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والسبب أنه ما أدان الهجوم الإيراني على تل أبيب. اليوم أكو جلسة طارئة لمجلس الأمن، وغدا اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية، هذا بالتزامن مع مبادرة الحل الأمريكية الفرنسية اللي كانت محور حلقتنا يوم أمس. من هاي المواقف راح نستنتج بأن التهدئة خيار مطروح لكنه مستبعد بالوقت الحالي، وإسرائيل مستمرة بهجماتها وتحاول فرض الواقع بالقوة معتمدة على دعم حلفائها الدوليين. ومثل ما نقول في كل مرة، الضحية الأكبر هم المدنيين في فلسطين ولبنان.